المحاضرة الثانية في أساسيات البحث العلمي. في هذه المناسبة سنتطرق لموضوع طبيعة العلوم الإدارية والاقتصادية. احنا كنا تكلمنا في الماضي وقلنا أن العلوم الاجتماعية تختلف عن العلوم الأخرى، فسنتكلم اليوم بإذن الله عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل، ونبحث كيف هذا الاختلاف وأين يكمن هذا الاختلاف، أو على الأقل ما هي أهم مواطن هذا الاختلاف بين العلوم التي ننتمي إليها وهي العلوم الاجتماعية وبين العلوم الأخرى وهي العلوم الدقيقة كما تسمى، أو العلوم البحتة، أو العلوم الصلبة كما يحب أن يسميها الطرف الآخر، أو العلوم الصعبة. بالنسبة لهذه المحاضرة عندنا مجموعة من المواضيع، نتطرق أولا للنماذج ونعرج حول النماذج في الإدارة والاقتصاد، ثم نتكلم عن التحليل في الاقتصاد والإدارة، ثم نتكلم عن مجموعة من أو بعض الفرضيات المستعملة في مجال الاقتصاد والإدارة. وأبدأ بسؤال: كم الوزن الدقيق للسيارة؟ يعني لو سألك أحد قال كم الوزن الدقيق للسيارة، كم تقول؟ فأكيد راح تسحب الورقة وتشوف كم، أو تمشي للسيارة وتشوف كم. إذا سألك أحد قال كم وزنك، راح تقول له كم وزنك؟ 70 كيلو، 84، 62، 73، حسب الظروف. الإجابة موجودة والإجابة الدقيقة موجودة. أما إذا سألك أحد وقال كم عدد البطالين في أمريكا؟ كم؟ مليون؟ 10 مليون؟ 10 مليون و100 ألف؟ 10 مليون و135 ألف؟ وكم؟ إذا سألك أحد يقول كم عدد البطالين في المملكة؟ مليون؟ 1,200,000؟ 1,240,000؟ كم العدد الدقيق؟ لا يمكن أن تعطي العدد الدقيق. وإذا سألك أحد وقال مثلا كم إيرادات؟ كم إيرادات أمريكا، أو كم إيرادات فرنسا، أو كم إيرادات في المملكة، كذا مليار، لكن الدقيق ما عندك. أوكي. أيضا سؤال ثاني: هل يمكن فصل مكونات السيارة؟ هل يمكن فصل مكونات محرك معين؟ هل يمكن فصل مكونات جهاز الكمبيوتر؟ نعم يمكن. هل يمكن فصل مكونات ظاهرة اجتماعية؟ لا يمكن أبدا. إحنا عندنا مؤسسة وشفنا أن إنتاجنا ناقص، إيش عملنا؟ عملنا تدريب للأفراد وحسننا نظام التحفيز، فتحسن الإنتاج، بدل من 1,000 وحدة في الشهر أصبح عندنا 1,200 وحدة في الشهر. لكن ما دور التدريب؟ ما هي حصة التدريب في هذه الزيادة، وما حصة تحسين التحفيز في هذه الزيادة؟ لا نعرف. ولا يمكن فصل مكونات الظاهرة الاجتماعية بعضها عن بعض. لذا احنا لما نأتي للبحث العلمي في العلوم الاجتماعية نواجه هذه المشكلة، مشكلة التعامل مع الظاهرة. هل نتعامل مع الظاهرة زي ما هي؟ فهذا قلنا غير ممكن، وبالتالي فنمشي إلى ما يسمى بالنماذج. سنأتي إلى النماذج بعد ما نرى الاختلافات اللي موجودة بين العلوم الاجتماعية وبين العلوم الأخرى. بالنسبة للعلوم الاجتماعية فيها العلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية بما في ذلك الإنسانية، والعلوم الطبيعية، أو زي ما قلت العلوم البحتة، أو كما يسموها بتسميات أخرى. عندنا مجموعة من الفروقات، عندنا مجموعة من الاختلافات، وأهم هذه الاختلافات أولا الدقة. ف
ففي العلوم الطبيعية الدقة موجودة، زي ما شفنا في الأمثلة السابقة، لما الإنسان يريد أن يعرف طول نبتة معينة يعرف يقيس، يريد أن يعرف وزن شخص يعرف، يريد أن يعرف وزن سيارة طيارة مش عارف أي شيء، خلاص دقة موجودة. يعني 15 كيلو 253 غرام، ممكن حتى نمشي إلى دق من هذا، التكنولوجيا اليوم تسمح. أيضا في العلوم الطبيعية يمكن فصل مكونات الظاهرة. احنا سألنا إذا يمكن فصل مكونات الجهاز، قلنا أوكي، جهاز كمبيوتر، مكونات السيارة أوكي، مكونات الطائرة أوكي. ففي العلوم الدقيقة هل يمكن فصل مكونات النبتة؟ نعم. فإحنا نأخذ النبتة المختبر ثم نحلل بمواد معينة ويطلع لنا كل مكون لوحده. يمكن في العلوم الدقيقة أن نفصل مكونات الظاهرة بعضها عن بعض. كذلك في العلوم الطبيعية عندنا وسيلة معينة اللي هي المختبر، فالتحاليل التجارب الدراسات تتم في المختبرات، تتم في المختبرات التطبيقية، يعني مطبقة، ما نتكلم عن نظرية. فهذه أداة خاصة بهذا النوع من العلوم. وأيضا من الاختلافات الكبيرة الموجودة بين العلوم الطبيعية وبين العلوم الاجتماعية بما في ذلك الإنسانية، القياس. في العلوم الطبيعية موجود القياس، فإحنا عندنا القياس بمختلف أنواعه. إحنا ممكن نقيس الطول، ممكن نقيس الحجم، نستعمل الكيل يعني، ممكن نقيس مسافة، ممكن نقيس وقت، ممكن نقيس أي شيء، نقيس كثافة خط ليزر، نقيس ماذا نريد، حرارة، فيه قياس. في العلوم الأخرى لا، راح أشوف بعد شوية. هذا إذن بالنسبة لأهم خصائص البحث، أهم خصائص العلوم الطبيعية عفوا. بالنسبة للعلوم الأخرى، العلوم الاجتماعية والإنسانية، فأولا عدم الدقة. احنا سألنا قبل شوية قلنا كم عدد البطالين، مش عارفين، مليون، 4 ملايين، بس ما هو 4,533,000 وكذا، لا ما نعرف. احنا نقول هكذا يعني، نعطي كميات كبيرة وخلاص بالتقريب زي ما يقول. لا يمكن الفصل في العلوم الاجتماعية بين مكونات ظاهرة، لا يمكن فصل مكونات ظاهرة عن بعضها، ما نعرف. واخذنا مثال قبل شوية، قلنا عندنا مؤسسة تنتج 1000، حبينا نحسن ونصل إلى 1500، ضفنا المحفزات، رفعنا من المحفزات، وفي نفس الوقت عملنا دورة كيف نفصل حصة المحفزات في ال 500 الزايدة هذه، وكيف نبين حصة الدورات في هذه ال 500. لا نستطيع، مستحيل. فلا يمكن فصل مكونات الظاهرة في العلوم الاجتماعية. أيضا لا يمكن أن نمشي للمختبر، حتى إذا بنينا مختبر، لكن لما ندرس البطالين، البطالين 3,500,000 وكذا، كيف ندخل بهم في مختبر وكيف نتعامل معهم؟ خلاص أخذنا عينة فيها 100 شخص، كيف نمشي بها المختبر؟ إيش نعمل في المختبر؟ ما تصلح. فإحنا نخليه في مكان العمل، نخليه في مكانه الطبيعي، ونجري ملاحظة، نجري مقابلة، نوزع استبيان إلى غير ذلك، لكن ما نجري تجربة على شخص أو تجربة على ظاهرة معينة. إذا حبينا ندرس الإنتاج أو الإنتاجية، ما نأخذ الإنتاجية ونجيب بها المختبر، أصلا الإنتاجية ما نقدر نشير ملموس يعني. ثم استحالة القياس، ما هي كثافة التحفيز لدى هذا الشخص؟ ما نعرف، ما نعرف نقيس. ما هو حماس هذا المدير؟ ما نعرف نقيس. هذا نقول هذا مدير عنده قيادة أفضل من المدير الثاني، أوكي، لكن كيف نقيس هذه القيادة؟ كيف نقيس هذه القيادة؟ لا نعرف. وبالتالي فالظواهر عندنا في العلوم الاجتماعية غير قابلة للقياس. هذا إذن بالنسبة لأهم الاختلافات اللي موجودة بين علومنا اللي هي علوم العلوم الاجتماعية وعلوم الإنسانية، وبين النوع الآخر من العلوم اللي هي علوم تعتمد على المختبر وتعتمد على التجارب الدقيقة واللي هي العلوم الدقيقة.
هذا الذي يؤدي يعني الطابع الخاص للعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية هو الذي يؤدي بالباحثين في علومنا في العلوم الاجتماعية والإنسانية إلى البحث عن أمور أخرى غير المختبر وغير كذا وغير كذا. فإحنا نحتاج إلى النماذج، نحتاج إلى النمذجة. ونفس الشيء في العلوم البحثية، في العلوم البحثة عفوا العلوم الدقيقة تستعمل النماذج، لكن إحنا نستعمل بكيفية أكثر لأننا ما عندنا شيء ثاني. هم عندهم المختبر لكن يلجؤوا إلى في بعض الحالات يلجؤوا إلى النموذج. فكيف يتم التأكد من مقاومة العمارة مثلا ضد الزلزال؟ عمارة، بناية عمارة، تصميم عمارة، فهذا من العلوم الدقيقة ليس من العلوم الاجتماعية. لكن كيف يصمموا؟ يأخذوا عمارة للمختبر؟ ما يأخذوا عمارة للمختبر، فهم يحتاجوا إلى طريقة أخرى. هل يبنوا العمارة ثم يحطموها ويشوفوا إلى أي مدى تقاوم؟ لا. كيف يمكن التأكد من مقاومة الجسور ضد الزلازل؟ نبني جسر مش عارف بكم مليار ونحطمه حتى نشوف إلى أي درجة يقاوم ثم نعيد بناءه، ما يصلح. فإحنا نحتاج إلى نماذج، نخلي الجسر في نموذج، نجسد الجسر في نموذج صغير، سواء كان هذا النموذج افتراضي زي ما هو ممكن الآن بفضل التكنولوجيا، بفضل تكنولوجيا الحاسوب، أو يكون مجسد واقعي غير افتراضي لكن يكون صغير وناخذه ونعمل به. فنحتاج إلى التجسيد، نحتاج إلى النمذجة حتى في حالة المختبر في هذا المثال. كيف يمكن التأكد من مقاومة السيارة ضد الحوادث؟ كيف ندرس مقاومة السيارة؟ ما هو ياخذوا واحدة، ياخذوا شو اسمها سيارة ويشوفوا، شوفوا كيف تصطدم، كيف يكون الحادث. لكن كيف ندرس أضرار هذه الحوادث على الأفراد؟ هل نضع الأفراد في السيارة ثم نجرب؟ ما تصلح. فإحنا راح نأخذ نموذج، نستعمل دمى غير الأفراد ونشوف كيف تكون هذه النتائج ثم أو هذه الأضرار هذه، ثم ندرس هذه الأضرار من خلال مختلف المختصين. إذن فغالبا ما يتعذر في علومنا، في علوم العلوم الاجتماعية، غالبا ما يتعذر التعامل مع الواقع كما هو، وحتى في علوم أخرى، لكن عندنا احنا أكثر في العلوم الاجتماعية أكثر، حتى في العلوم الأخرى أخذنا مثال الجسر وكذا. ففي هذه الحالة قلنا نحتاج إلى النماذج، نحتاج إلى النماذج، النموذج هو اللي نستعمله، والعملية التي من خلالها نصل إلى النموذج هذه تسمى النمذجة. النموذج هو تجسيد مبسط لظاهرة معينة، فقط تجسيد مبسط لظاهرة معينة، وهذا التجسيد لهذه الظواهر وهذه الظاهرة، فهم التدفق للعلاقات بين كل هذه الظواهر. يعني احنا نجسد ظاهرة معينة، وهذا التجسيد يختلف حسب فهمنا للعلاقات اللي موجودة داخل أو مكونات هذه الظاهرة نفسها. عندنا تعريف آخر، النموذج هو تمثيل الواقع في شكل أبسط، هذا تعريف آخر. النموذج هو تمثيل للواقع في شكل مبسط. لماذا؟ من أجل تبسيط الفهم، تمكين الفهم، تسهيل الفهم. نريد أن نفهم ظاهرة معينة في شكلها العادي لا يمكن، فنجسدها، نخليها في شكل بسيط حتى نتمكن من فهمها وفهم العلاقات اللي موجودة بين مختلف الظواهر. فهي إذن تمثيل مبسط للواقع. تظهر النماذج التي نستعملها في أشكال مختلفة. فالجسر المجسد هذا نموذج. العلاقة الرياضية اللي نكتبها في السبورة لما نقول مثلا بالنسبة للإنتاج Y يساوي 3X زائد 7، هذا نموذج أيضا في شكل
علاقة رياضية. النموذج يمكن أن يأتي أيضا في شكل رمز، فالأشكال متعددة، الأشكال كثيرة بالنسبة للتعبير عن النموذج أو بالنسبة لكتابة النموذج أو إيجاد النموذج. في مجال الإدارة تستعمل النماذج بكثرة، وهذا اللي كنت نقول قبل، لماذا؟ لأن ما عندنا مختبرات، لأن الظواهر الاجتماعية اللي ندرسها هي ظواهر كبيرة، ظواهر ذات يعني امتداد كبير، عندها حدود ممتدة، وبالتالي نريد أو نلجأ نضطر إلى أن نبسط باستعمال النماذج. عموما يكون النموذج في الإدارة عبارة عن تمثيل لعلاقات بين النوعين من المتغيرات، وهذا يجب فهمه كويس رجاء. النموذج هو عبارة عن تمثيل لعلاقة بين نوعين من المتغيرات. احنا عندنا متغير مستقل وعندنا متغير تابع، لما يتحرك المتغير المستقل فهذا يؤثر في المتغير التابع. تابع لماذا؟ لأنه تابع للأول، تابع للمستقل. النماذج في الإدارة وفي الاقتصاد وفي هذا النوع من العلوم نستعملها من أجل دراسة هذه العلاقات ومن أجل فهم هذه العلاقات. ما كيف يتم تأثير عوامل معينة عن ظاهرة معينة، فالظاهرة هي المتغيرة التابعة. يتم عمل الباحث في الإدارة عموما على متغيرات النماذج، ويعزل الباحث عموما العوامل غير المهمة. احنا لما جسدنا قلنا بسطنا، ايش معناه بسطنا؟ يعني جردنا الظاهرة من أمور أخرى، من بعض الأمور. هذه الظاهرة من بعض الأمور احنا لم نأخذها بالاعتبار، لماذا؟ لأننا اعتقدنا أنها غير مهمة، اعتقدنا أنها غير مهمة، وبالتالي فاحنا نركز في النماذج على المتغيرات الأساسية فقط في الظاهرة، نقوم بدراستها ونقوم بتحليلها ونحاول أننا نفهمها قصد التفسير. نجي الآن لموضوع ثاني اللي هو التحليل الاقتصادي والإداري. التحليل الذي نقوم به في مجال الاقتصاد والإدارة عندنا أنواع كثيرة، لكن تصنف هذه الأنواع، التحليل في الإدارة والاقتصاد يصنف، لما نأتي لتصنيفه فيمكن تصنيفه على أساس معايير مختلفة. التصنيف أنتم عارفين التصنيف هو جمع متغيرات معينة، عوامل معينة، أشياء معينة، أشياء معينة على أساس معايير. التصنيف مرتبط بالمعايير. أصنف أو أصنف عفوا طلبة في القاعة، أنا عندي أكثر من معيار للتصنيف، ممكن أصنف الطلبة في القاعة حسب تخصصه. عندي مجموعة 5 مثلا تخصصهم إدارة، و7 تخصصهم تسويق، و8 تخصصهم موارد بشرية، و6 تخصصهم مالية، و4 تخصصهم محاسبة. فأنا صنفت، يعني جمعت، شكلت مجتمعات، شكلت جماعات صغيرة على أساس معيار معين. ممكن نصنفهم على الطريقة على أساس العمر مثلا، معيار في الحالة هذه أصبح العمر، ويكون عندي مجموعة من طلبة 8 مثلا عمرهم أقل من 20 سنة، و10 عمرهم بين 20 و25، و15 عمرهم بين 26، وكذا. فأنا شكلت مجموعات على أساس معيار آخر. أيضا ممكن أصنف الطلبة على أساس معيار الجهة التي جاءوا منها، فيكون عندي 8 طلبة من الأحساء، و10 من الدمام، و14 من الرياض، و15 من كذا. فإذا التصنيف يتوقف على المعيار. أيضا بالنسبة للتحليل وغيره، لما نأتي لي أو لما نريد تصنيف نحتاج إلى معايير. إذا أخذنا كمعيار حجم الوحدة التي نقوم بالتحليل عليها، فإحنا راح يطلع معنا تصنيف معين. أما إذا أخذنا الأسلوب الذي نستعمله من أجل التحليل فيطلع معنا تصنيف آخر. في حالة اعتماد الوحدة المدروسة كمعيار راح يطلع معنا نوعين من البحث، نوعين من التحليل عفوا. أنتوا درستوا أكيد كلكم درستوا الاقتصاد الجزئي،
ودرست أيضا الاقتصاد الكلي. الاقتصاد الجزئي هو اقتصاد الوحدات، اقتصاد الأعوان، سواء كان المستهلك أو المنتج أو السوق أيضا، لأن السوق هي مكان تقاطع، مكان التوازن. فالجزئي يهتم بهذه الأمور على مستوى جزئي، على مستوى أعوان، على مستوى صغير يعني. أما الكلي فهذا يهتم بالاقتصاد ككل. نفس الشيء بالنسبة للتحليل، احنا عندنا تحليل جزئي وعندنا تحليل كلي. لما تحليلنا ينصب على أجزاء الظاهرة فهذا تحليل جزئي، لما نخلي تحليلنا على الظاهرة ككل فهذا تحليل كلي. إذن حسب الوحدة اللي نطبق عليها التحليل يكون عندنا نوعين من التحليل، إما أن يكون هذا التحليل جزئي أو يكون هذا التحليل كلي. الجزئي على مستوى متغير، على مستوى جزء من الظاهرة المدروسة، والكلي هو الذي يهتم بالظاهرة ككل. أما إذا نظرنا إلى التحليل من حيث الأسلوب المتبع أثناء عمل التحليل نفسه، فإحنا عندنا أكثر من نوع. عندنا أولا التحليل الوصفي، فإحنا نصف، نكتفي بوصف الظاهرة، نكتفي بمشاهدة الظاهرة وإعطاء خصائصها ووصفها كما تظهر. يمكن أن نستعمل أسلوب آخر اللي هو الأسلوب الرياضي، يعني نلجأ إلى استعمال الأدوات الرياضية، نلجأ إلى استعمال الرياضة كأداة، الرياضيات كأداة في فهمنا للأمور، في اكتشافنا للأمور، وفي تفسيرنا لهذه الأمور. فأسلوبنا يعني راح يسمى بأسلوب رياضي. إذا استعملنا القياس راح نكون اتبعنا أسلوب قياسي. أسلوب قياسي يعني أسلوب فيه مجموعة من الأدوات اللي هي أدوات القياس، وخاصة منها الإحصاء. ثم عندنا أسلوب آخر وهو الأسلوب البياني، بمعنى أننا لما نقوم بعمل بتحليل يمكن أن نحلل بياناتنا، يمكن أن نقوم بتحليل بياناتنا ونقوم بتحليل نتائجنا باستعمال البيانات. هذا منحنى وهذا مربع وهذه دائرة وهذه كذا، فإحنا نستعمل البيانات، الرسوم البيانية يعني، من أجل التحليل. الآن يجي لي أهم الفرضيات، وراح أحاول أن أقول الكلام هذا بشوية من السرعة لأن الوقت داهمنا. في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية وفيما يخصنا بالنسبة للعلوم الإدارية والاقتصادية، عندنا مجموعة من الفرضيات المهمة والمهمة جدا، والتي يقوم عليها البحث ويقوم عليها فهم البحث وتقوم عليها ممارسة البحث. وأول شيء التجريد. التجريد لما اتطرقنا لموضوع النماذج قبل شوية كنت قلت أن النموذج هو التبسيط، تبسيط لواقع. نبسط، إيش معناه نبسط؟ يعني نجرد الواقع هذا من بعض الأشياء. كان عندنا جسر في حجم معين خليناه في حجم أقل، كان عندنا جسر بلون معين بمادة معينة بكذا، فإحنا هذه الأمور جردناها من جردنا الظاهرة منها لما مشينا للنموذج. وبما أننا زي ما أسلفت في العلوم الإدارية نستعمل النماذج بكثرة، فإحنا نلجأ إلى التجريد بكثرة، الأبستراكشن، نلجأ إلى التجريد في البحث العلمي في العلوم الاقتصادية والإدارة الإدارية عفوا بكثرة. أيضا النظرية، نحتاج إلى نظريات في البحث العلمي، والنظرية عندها أكثر من تعريف، لكن أهم وأبسط وأسهل والأكثر انتشار من هذه التعريف هو النظرية هي تفسير للأمور. هذه نظريتي في هذا يعني تفسيري لهذه الأمور، فهمي لهذه الأمور. النظرية الكلاسيكية ليست إلا فهم مدرسة معينة للأمور الإدارية. فهكذا تعرف النظرية، وفي العلوم الإدارية نحتاج إلى النظريات، نحتاج إليها في البحث يعني. النماذج كنا تكلمنا ما نرجع،
الافتراضات أو الفرضيات، نستعمل اثنين، الافتراضات أو الفرضيات. الفرضية مهمة، والفرضية يعني هي أساس البحث، أساس البحث العلمي. لكن حبيت أردت أو أريد أن أشير إلى قضية أخرى. الفرضية في الحياة موجودة في كل زاوية من زوايا حياتنا، في كل لحظة من لحظات حياتنا. لا يمكن أن تقوم الحياة زي ما نعرفها إلا على فرضيات. وأعطيكم أمثلة بسيطة جدا. الطالب لما يجي للجامعة ماذا يأتي أن يفعل في الجامعة؟ لماذا يأتي للجامعة؟ هو يأتي حتى يكمل دراسة ويحصل على شهادة. خلينا نسأل، لو هذا الطالب افترض، لو هذا الطالب عفوا ما افترض، لم يفترض أنه سيحصل على الشهادة، في حالة يعني كونه لم يفترض أنه ينجح، هل يجي للجامعة أم يجي؟ ما كان يأتي للجامعة أبدا. صاحب الدكان، صاحب المحل، صاحب البقالة، هذا اللي يفتح الصبح، لماذا افتح؟ افتح حتى يسترزق. لكن ليش؟ لأنه مفترض، أي أن هذا الرجل يفترض أن فيه زباين سيأتوا، وفيه طلب، وفيه إرادة. لو ما افترض أن فيه زباين وفيه إرادة ما كان يفتح. المريض يمشي للطبيب، لماذا؟ لأنه يفترض أن الطبيب سيكون سبب في شفائه. لو ما كان يفترض ما يمشي. وفي ناس ما 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 ما, ما, ما تصدق بهذه القضية، فما تمشي من الناس الكبار أصلا بطبيعة الحال ما يمشي للطبيب، فيقول لك شو يعمل للطبيب. فالإنسان لو ما يفترض، إذا ما فيه فرضية ما في حياة. المؤسسات هذه الكبيرة التي تصنع الأدوية، هي تصنع الدواء لماذا؟ حتى تساعد على علاج مرض معين. الدواء في حد ذاته هو عبارة عن فرضية. فهذا الدواء افترض أن هذا سيساعد، سيمكن من معالجة هذا المرض. لكن في كثير من الحالات يتبين أن هذا الدواء لا يساعد في هذا المرض، فتصبح فرضية من فيها. إذن في الفرضية شيء من مقومات، واحد من مقومات الحياة. نفس الشيء بالنسبة للبحث، فالفرضية هي أساس البحث، ولا يمكن أن نتكلم عن البحث العلمي في حالة غياب الفرضيات. أيضا الرشد، والرشد هي فرضية من أهم الفرضيات في الإدارة والاقتصاد، وأصل الفرضية هو في أصل اقتصادي، أصلها هو اقتصادي ليس بإداري. لكن اليوم كل الإدارة وكل الاقتصاد قائمة على الرشد. لو نشيل هذه الفرضية ما يبقى اقتصاد ولا يبقى إدارة. لماذا؟ لأن أنتوا درستوا، أرجع مرة ثانية للاقتصاد الجزئي. الاقتصاد الجزئي كله مبني على الرشد. فإحنا ندرس المستهلك صح، وندرس المنتج، وندرس السوق، وندرس التقاطع بين الطلب والعرض والتوازن والسعر. إيش معناها السعر؟ التوازن هو السعر الذي يرضي المستهلك ويرضي المنتج. هذا يعني بصفة مختصرة. إيش معناها يرضي المستهلك؟ هذا السعر يرضي المستهلك، يعني أن المستهلك يجد أنه عنده مصلحة في هذا السعر، أن هذا السعر يلبي له منفعة معينة. ونفس الشيء المنتج راضي على هذا السعر، معناه أن فيه مصلحة لهذا المنتج. لما نقول فيه مصلحة للمستهلك، فإحنا معناه قلنا أن المستهلك قادر على التمييز بين ما هو منفعته وما هو ما هو ليس في منفعته. وهذا الرشد، أليس الرشد بالقدرة على التمييز؟ هذا الرشد. ونفس الشيء بالنسبة للمستهلك، ونفس الشيء بالنسبة لك. فكل الاقتصاد يدور حول أو مبني على الرشد. افترضوا أن الإنسان رشيد، سلوكه رشيد، ثم انطلقوا في بناء الاقتصاد وانطلقوا في بناء الإدارة. فنفس الشيء بالنسبة للبحث العلمي، فيه فرضية الرشد، وأيضا ثبات العوامل الأخرى، وهذا يرجع للنمذجة ويرجع للتجريد. فإحنا نهتم ونركز على متغيرات معينة، ونفترض أن المتغيرات الأخرى هي متغيرات ثابتة لا يحدث فيها شيء. وهذا ما كان لدي أن أقول، هذا ما كان
كان كنت أريد أن أقول في هذه المحاضرة. أتمنى لكم التوفيق، وإلى حين أن نلتقي في المحاضرة المقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.